تقديرا لمكانة المسجد عند المسلمين، تسابق ملوك وسلاطين على فرش المساجد بالسجاد الذي يحمل قيمة عالية مالية وجمالية. ويتميز المسجد النبوي في المدينة المنورة بسجاده الذي يقوم على نظافته طاقم كبير من العاملين. خميس الزهراني والتفاصيل. تعشق مجتمعات الشرق السجاد الأحمر الذي تتفاخر كثيرا دواوين ملوك الشرق القديم بحيازته، ووصل في جزء من تاريخه إلى مكانة مالية كأحد الوصول الثابتة للثروات، لذلك وضعه المسلمون لاحقا في مساجدهم تقديرا وتأكيدا على مكانة المسجد بصفته الثروة الحقيقية للأمة وديوانها. المسجد النبوي يحتضن 10,000 سجادة تتألق في ساحته وقلبه، وهي من أجود وأفخر السجاد الذي صنع خصيصا للمسجد النبوي. مفروش الآن في الحرم 3500 سجادة و2000 سجادة في السطح و4000 لساحات المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان، تقريبا 9500 سجادة تفرش خلال شهر رمضان والعيد إن شاء الله، إضافة إلى بعض أخذ الاحتياطات في بعض المواقع حوالي 500 سجادة كاحتياط. لا تتحدث الحكومة السعودية عن حجم إنفاقها في رعاية المسجد النبوي عموما والسجاد خصوصا، لكن وجود آلة حاسبة ومعادلات رياضية بسيطة يكشف أن البذل المالي وكذلك البشرية كبير جدا. من المسجد النبوي، خميس الزهراني، العربية.